Cette année, je trouve que le festival, il y a une belle organisation. Les scènes sont superbes, avec beaucoup d'imagination sur la présentation des espaces. Écoutez, j'espère qu'on va faire un très très beau festival cette année. Il y a tous les ingrédients pour réussir cette année. Donc, on va dire beau festival cette année, Gnawa 2019, Inch'Allah. بالنسبة للمهرجان ديال الصويرة اللي ولا في الدورة ديالو 22 لاحظنا بلا كاين ازدهار كبير بالنسبة للسياحة وبالنسبة لا بالنسبة للسياحة الداخلية ولا الأجانب. صفتي كرئيس مطبخ في هذه المؤسسة اللي معروفة ومشهورة في مدينة الصويرة اللي تيجيو لها كاع الزوار الأجانب، تلاحظوا بلا ضعفت النسبة ديال السياح اللي 6 حتى 7 المرات بالنسبة ما بين 2002 إلى 2019. هذا الشيء تيفرح بالنسبة للساكنة ديال الصويرة وديال كاع الناس اللي بحكم أنا كنشتغل في حد المؤسسة السياحية اللي هي في معروف في مدينة الصويرة، واللي كنعرفوا مجموعة من التغيرات كتلمسها أن الحركة ديال المدينة كتضاعف نسبة كثيرة من ناحية السكان من ناحية الزوار، وحتى الخدمة ديال المؤسسة كتضاعف بحكم الزوار كيجوا من جميع المدن المغربية ومن جميع الدول الأوروبية. وبحكم هذا المهرجان الضخم اللي كتعرف مدينة الصويرة الذي كيستمر 3 أيام، كنلاحظوا التضخم وازدياد الزوار اللي كيعطي قيمة للمدينة وجمالية على طول العام. سميتي عثمان وعندي جروب ديال قناوة سميتو خميسة، وهادي ثاني مرة كنجي لفيستيفال قناوة منظم مزيان واعر داكشي صراحة رائع بزاف. وفيستيفال قناوة شي حاجة اللي واعرة تيجي لها بنادم العالم كامل على ود باش يسمع قناوة، حيت قناوة روحانية. I'm very happy to be here at the festival to enjoy the music and the culture and the beautiful people and the weather and just to enjoy myself. هنا بزاف مدينة الصويرة نقية وفيها ناس زوينين الله عمرها دار، وهذا الفيستيفال هذا راه من النهار بداو حنا كنجيو ليه، حنا مدينة أكادير كل شيء قريب، وكنحيوا هاد الناس ديال هاد البلاد هادي. وما تنساوش لايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابوناو عندنا في لاشين يوتيوب.